ما هو النوع العام؟ نوع العام طلوع الشمس من مغربها، بينما الناس الآن يرون الشمس تشرق من المشرق في يوم من الأيام لا يدرون إلا وقد طلعت عليهم من المغرب. حينئذ يؤمن الناس كلهم جميعا، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها كما قال ابن كثير رحمه الله، وذلك في صحيح البخاري.